An airfield parallel plates capacitor has capacitance C naught. Two dielectric slabs with dielectric constants K with 2K are introduced, each one filling half of the space between the plates of the capacitor as shown in the figure. The total capacitance after the two dielectrics are introduced is 2 C naught. زاد من سي نوت بقى 2 سي نوت. واللي فايند كي السي نوت كانت بتساوي ايه ابسلون نوت على الدي اللي بينهم. لا الدي اختلفت ولا الابسلون نوت هتختلف، انها ثابت. طيب السي الجديدة بتساوي ايه؟ ناخد ده طبعا، ده مع ده بارالل فيتجمعوا، فنقول كده اللي اختلف بقى ايه على 2، قل النص في الاريا، يبقى معنى كده صار سي نوت على 2 لكن اتضرب في كي. طيب زائد الاتنين دول برر يتجمعوا، برضو صار سي نوت على 2 لان الاريا بقت النص ولكن اتضرب في 2 كي. طيب السي 2 سي نوت، اذا 2 سي نوت بتساوي كيف س نوت على 2 يبقى نص، وده مع ده راح يبقى 3 على 2 ك س نوت. اقدر اشطب دي مع دي، هو عايز الكي، اذا الكي الداي الكتريك كونستانت طبعا لازم يكون اكبر من 1، 4 على 3، لان الهواء واحد والباقي كله اكبر من الواحد.